السلام عليكم. فيديوكم غيشاش نهار الاخوان زعما نكسيد العبره. مي دير العبره الاخوان ممشي نسن مره خميتها في شانط مواف مي خشانت الداف فاخص مره تقجي قتنص وخا الطاس نوذان ذيني وكسين الحيطه والحضار ذيني ومي تعجي بارخا يعني يكوا خاصي الصغير ديريكت. الى الاخوان ممش فهم غدي فيديو تعانانيش المعاناه في مغا وفي مغا سوطاس ما مش انا الاخوان 50 سنة في كاف كني وكيدي 50 سنة زما ادي شحد اكني وينازع دي الملك نو خاصة الانسان مرات غوا يجيبو تسمى الوثائق مرة هنا الاخوان ما مش قان دي فيديو 50 سنة لين يزدغن ديجن تشا 50 سنة تعيش ندايس مغان دايس تاوا نصن الوالدين سن كذلك مغان ديني نهارا دي 2023 تظهر دي جنت حنجات قارسن باللي فما ثيدي تزدغن مبابا يعني تغت نيغ تغت صغيمت بدون وثائق ممش قان نيغ ممش فهم غذي فيديو يقدا غاسيري الحق ولكن هنا يعزون التعويض عزون ماني غيحن تما تزدغن من زيت عيشني جل معاناة يجو كاف السيمغا شكني وجغك فيديو تزام مشي دوم نيغ الإخوان فكات يمكن تاني تا ثم تغن جديس لو علم بعلم الله نهار فكات زما اتنازع تما يوذاني تعيشن دي ثماثا إذي بنان إذي زدغن إذي تعيشن نهار زما الدار ثم ثن جديس وبالصح توقع مانايا لأنه غونيكا مامش تعوذن مامش كين غزام دي فيديو كذلك صوفيت نغابارا بالعس نتوذرين يوقع سن إفراغ نهار قتعيشن يجي المعاناة ثم غاس وطس اكون زار مش تسلم اك تسمضي الجان يدي تقرب نخو ما مشينا يجن السيد تما يزدغ دي الدوار نيشها نهني دي نفس المعاناة والدوار الاخوان تشارة وانيتا تقريبا ديس 10 العائلات كل عائلة تقريبا ما مشي الناس كلشي 64 واحد يزدغن ذي بارا لكن وجهك فيديو الاخوان تزام المعاناة تعيشني وذانا وشد نعقل هنكمل في الموضوع تندوه وما فيهاش هادشي تندوه كاع الجزائري كره اجا ولدي حيد منها اجا ولدي ما كاينش هادشي تعال اخويا تعال تعال شوف تعال تعال اخويا تعال تعال شوف قلنا فكرة تنعس انت والوليدات شو هاتف الماء كيفكر هو الوليدات هنا والماء كلنا كل الحالة شو الغيس شو الغيوسات غيوسات الماء الله يجب سيردين بالله سيردين الله يجب سيردين يلا خذ الميك رودوي خذها ها هاك اخوة اولا السلام عليكم السلام شنو المشكل عندكم من الدوار خويا احنا خرجونا في هاد الشتا هاد تقريبا انتم شحال من عائله اللي خرجوكم 11 واحد 10 حنا 10 10 العائلات كنتوا بخير عايشين هنا كاين بخير كنا عاديين كنا اتجهنا الافراق قال لك خويا خرج كاين شي تعويض ما كاين لا تعويض لا والو قال لك خرج طويل ما عندك فد ما كاين لا عليم لا والو دابا هما داعين 5 وخلين 5 داعين كل شيء وكنسمع على بالي سدوا لكل شيء سدوا لكل شيء سدوا لكل شيء هما سدوا لكل شيء ما بغاوش فهمتي هما ما سدوش يعني على هذوك المدعيين سدوا حتى لهذوك سدوا لي حنا 5 الناس ما مدعيين ما والو ما تكون فين تمشيو ما كاينش فين غنمشيو فين غنمشيو باش دابا هاد الكياطان باش تعيش هذا هو اللي كاين هذا هو اللي شي حل تيقاو معنا لا ما لقاو معنا شي حل فين غنمشيو في غير الناس ساكنين 50 عام احنا 50 عام انا نيت 50 عام وحنا هنا هكا ساكنين 8 شو العماله مشينا للعماله كون هكا مشو للعماله كون هكا مشو نحتاجو في العماله ما كاين حتى حاجه ما كاين لا من يرد لك ما كاين لا ساكن لا والله الا يوميا كنمشيو للعماله ما كاينش شي واحد كيستقبلك شي فتح لك الباب والو بيبان مسدوده في وجهك دابا من 16 شهر وات فقط نعس لا دابا دورت على هذا وتير تشوف خذ هنا هات هات هذا راه سير دينا ما يدير سير دينا كلشي سر
السلام عليكم. كيف داك خويا؟ بخير الحمد لله. شتا غادي كتشوف المعاناه ديالنا انت؟ وانت كتشوف الشيء علينا والدراري الصغار. من الساكنه ديال دوار المياه. انا من الساكنه دوار المياه، جماعه الحجاج قرب المديونه. كتشوف المعاناه ديالنا انت، شتا دابا داخلين شتا دابا والدراري الصغار ما غادا دابا. وانا كنطلبوا من العامل ديال اقليم المديونه يشوف لنا شي حل في اقرب وقت. امتى خرجوكم؟ خرجونا شهر وخمس ايام تقريبا دابا. شهر وخمس خلاوكم هنا؟ خلاونا هنايا دابا صبات يوم الشتاء ودخلنا. ما كاين حتى حل لحد الساعه، ما كاين حتى حاجه. كنطلبوا الناس المسؤوله على اقليم المديونه يقول لنا شي حل في اقرب وقت. شحال من عائله دابا؟ كاين 10 العائلات، كاين تقريبا شي 64 ديال الناس. حتى شي واحد ما استفاد حتى شي والو، حتى واحد ما كاينش حاجه، 10 المحلات مسدودين بالسناس لدابا. ايوا علي. كنطلبوا نشوفوا معايا. كنطلبوا السكن ديالنا. هنا هو الدراري الصغار، الناس كبار، كلشي مريض هنايا، كلشي الحاله المعاناه صراحه. والله الا كنعاني صراحه، والله كنصيم مع البرد كنصيم بزاف بزاف. صار هي دابا صبات اليوم الشتا الدراري تخلينا الماء. يلاه دابا غتبدا تخويا هنايا. شو الشتا دابا داخل علينا؟ ها دراري صغار، تعال معايا، تعال ممكن تدخل، ماشي مشكل، تعال ماشي مشكل، نتحمل المسؤوليه الدراري الصغار حنايا، زين ماشي مشكل. اولادنا هادو حنا بغينا اولادنا يبان. ها انت خويا شوف شوف شوف، عاطين لوتوريزاسيون لاي واحد غيصورنا غيصور وليداتنا. دخل اخويا دخل. ها انت كتشوي خاطر الناس الشتا من هنايا، ها انت الناس كينعسوا في الليل، الناس كينعسوا في الليل هنايا. ها انت شوف الشتا شوف شوف. مكرفين اوليدي والله الا مكرفين. ها هي كتقدر علينا دابا، بغا نعرف البنادم اللي غينعس اليوم هنا كيفاش غادي يدير؟ كيفاش غادي يدير بنادم؟ ها انت شوف اخويا، هادي هي حياتنا دابا، شهر وعشر ايام هادي هي الحاله ديالنا. الله دابا اليوم غنباتوا حنايا دابا، كي غنديروا الساد ديال اللي هنا دابا كيقول لك الساد ديال كفين غنعسوا دابا اليوم ابتداء من اليوم صبت فيه الشتا. حنا ديما كنعسوا هنا، ولكن اليوم اكثر من اللي صبت الشتا. هات اخويا هات ناكل يا صبر. هات هات شو السداري شو الله، هذه كينعس فيها ودري. لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم الا حشومه عليهم بالله. وانا هات الدري صغير دابا كل مره كدير السبيطار، ها هو دابا مريض. وهذيك البلاصه في الحقيقه حول ولا قوه الا بالله. والله كنطالبوا خويا بالسكن ديالنا، كنطالبوا الناس المسؤولين، كنطالبوا الناس المسؤولين لقاو لنا حل ولا عايشين مدموم في اقرب وقت. حتى عينا صافي، راه صبرنا قبل ما نجيب كفايه على حده. هاك يا رويدا، ها انت كلشي سارد كي داير حنا نونيو على الخزانه بالماء. رجعنا الايام الاولى اللي كانوا فيها الناس، وما الناس دابا راه ولات عايشين بخير بمحلاتهم بسكناتهم. حنا عندنا ساكن في قايطون. 2023 كنت ساكن هنايا في دوار 50 عام. 50 سنة و ايه 50 سنة وحنا ساكنين هنا. نهار خرجونا عريانين، حوايجنا سادين عليهم. هادشي راه عطاو لنا على المحسنين. هما اللي جابوه لينا. كامل الماكلة جابوها لنا المحسنين. اه تاخويا المعاناة ديالنا. دوار اليوم جابوها كلشي، الناس جابت الكسكسو. حنا عندنا عايشين عيشة مقهورة. كنا فيها الله ياخذ فيها الحق، كنا فيها الله ياخذ فيها الحق. يديروا بحسابنا ويحسوا بينا، رحنا ما كنرقدوش. دريري عاد شاده الحساسيه، عندنا مهربين وعد الناس اللي عندهم سكن. ما حنا عندنا ساكنين هنا في قايطون، لا عيشه نقيه لا والو. ها انت ها البيدوات، ها البوطه، ها المعن كتشوف، ها ها الشقاعة تالف علينا، ما كنا عرفنا ما ندير. شهر وانتم في هذه الحالة. احنا شهر في هذه الحالة كنمشيو لا من يعطينا، لا من يعطينا جواب. نضلوا واقفين قدام العمالة، ملي يشوفونا يضحكوا ويتلفتوا للور. والله إلا مرات. احنا بقينا واقفين. بالبرد وداك الشهر ضلينا فيها. اليوم ضلينا فيها، اليوم الشتا ضلينا فيها. اليوم العامل شافنا. شافنا بعينه، البشوية شافتنا بعينه. درتوا وقفات. درنا وقفات، غوتنا ما كانش اللي كيتسوقنا. والو يقولك فوتوا الشانطي ليهم وبركوا غوتوا تقنعوا وسيروا بحالكم. لا من عطانا حق، والحق عند الله، الحق عند الله. السيد العامل كان كيصلي صلاة العشاء. حنا 50 سنة حنا عايشين في هذا المحل هنا يرد. علاش خرجوكم منه؟ قالت لك بغات بلادها، قلنا لا عاودينا ونخرجوا منها. مولات الأرض. مولات الأرض، ملي كانت هي في المدينة كانت مضرقة، حنا كنا ساكنين هنا معمرين لا حاضرين لها. دابا خويا الأرض سكنوا فيها والدينا، الأرض كانت ما ساوية والو، ملي حطوهم تقريبا مدة 50 عام، الأرض ما كانت ساوية والو، جابهم الوالد ديالهم. الوالد ديالي وجارنا حطهم في هذا المكان هذا. دابا ملي الارض دخلها باغا تبنى هنايا، عطاوها العقار وصلت تقريبا هنايا، عطينا واحد 8 مليار فيها، باغا تخرجنا حنايا. جاو الناس اللي سمعنا حنا، قالوا لنا الناس بالله راه باغيين يعطونا الناس هنايا ونسكنوا. قالت لهم هي لا، هذوك الناس عندهم الافراغ، ذاك الفلوس اللي غتعطوها لهم هما عطوها لي انا ونخرجهم. المخزن
قالتك ديك الفلوس اللي غنعطيكم نعطيها للمخزون ونخرجكم طوال، قالت لي انا دابا كنطالبوا الناس مسؤوله وتلقى لنا شي حل في اقرب وقت. والله العظيم الى صافي بالنسبه اليوم النساء ديالنا مشاو للعماله بمناسبه العامل يقلي صاله الاستسقاء، راه شافوهم وما كاين شي واحد هضر معاهم ولا شي حاجه. هاي من السيده كان السلام عليكم. شافنا سيد العامل، شافنا الكنبوشي، شافنا الباشا القيد، كل شيء شاف في ديك الحاله. وحنا كنبكيو وكنترجى سيد الكنبوشي كنطلبوها بالاشاره باش يفهمني، والناس المسؤولين تما كيجريو عليا كيقولوا لنا لا حيدوا من هنا، سيد العامل بغى يصلي صلاه الاستسقاء حيدوا من هنا. قلنا فين كنا حنا هذ اليومين اللي كاينين كنضلوا منتم مع 10 الصباح حتى المغرب، حنا كنضلوا ما كيجريوش علينا، واليوم بغيو يجريو علينا. تما حنا اليوم اللي بغينا شفنا سيد العامل بان حنا تما مقهورين بوليداتنا اللي ما كنا لهم المدرسه، اصلا المدرسه ما كايناش وكملنا عليهم اليوم. وليلى على محمد رسول الله حسوا بينا شويه، يحسوا بينا والحمد لله هادشي عطيت الله، ولكن احنا مكرفصين مكرفصين احنا وليداتنا، ما عندناش اليوم فين غنباتوا. احنا الناس اليوم جابوا لنا الغداء، الناس المحسنين كنشكروهم و جزاهم الله خيرا. احنا كنطلبوا من الناس المسؤولين وقفوا معنا، اللي عارفين الناس مسؤولين عارفين خمس سنين هادي بهاد المعاناه، عارفين هادشي اللي تنقول. كيجيونا وكيرجعوا، كيجيونا وكيرجعوا نهار اللي هادشي اللي كنطلبوا، كنطلبوا بالسكن ديالنا. ومش كيغزري مع الاخوان فيديو للاسف يودان تعيشن يجل معانا الطم قرانت شهاو زيادة نهني دي بارا خوقي دي كودر مشتا ينزا ثاوان صنديم زيان نتعيشن يجو كاف سيمغا صراحة بمش دوم النغ مريك كان كسيشان العبرة زي منايا اتنكسي بانه نهار اخ نخصا نسخشا حاجث اتنسخص القوانين مارة الاخوان اتنسخص رشواغض مارة وهذا غيت غاريشة مثلا ارخا وراغيت الغريشه مثلا ما ديش المشاكل. اول حاجه خصات منك مي غنصغ العقار مي غنصغ فماط هي الملكيه الاخوان، ما مش نسن مؤخرا قيودان وتغان زري وذن كذلك نهار ان قوقادي ادير يبريد ماشينا تما غارموي تقنت جديد مش حاد تودري ديوسين خبريده ماشينا عوض الناس المره ما يميلي انه غاس الملكيه. كذلك الاخوان نهاي جيني بريدن شنكا شكا عائله النغن سميتن كجيران فمي جيني بريدن مي جينا بريدن الساحلي عوضنتنا الاخوان ما يميلي انه تغاسن قوانين تغاسن الملكيات نتو درين سن مي غطماف تما يتغاسن ديني مي خصو مين يغدا الاخوان انسان هرا مرا وغاسبو شواغ مره ويتقرب راه غايجن حاجت انا ما مش عوضن مي ما مشنان الوالدين سن تسمى تغوفين طما في بوتر وسينت سن غاب شويه ماني موفين شون طما تقريبا يبني جندا فانتي ديال النغني يمكن صاغن شون مارا خشى حد اتاف وغاسبو العق بو العلاقه يعني اك باب نتما فني غاك اك الشخصي غاتجا الملك نتما فوانيتا خميت طاحنو السان تاسندو السان ظهات بوداريا يا ونسن اثنا زعل يعني يوذانا نغز ماهن صفغن ممشي وقعينا ومش ومشحان يوذان يعني أم يوقع نفس المشكل يخزو ميني غال الإخوان منايا يقصح نهار الإنسان وزمادي صغيج الحاج تمني وها تمنى يا سن منايا ذي تحل تمنى منايا إن شاء الله هذا سيف الحل ومن دوم غيني غذوا فيديو الشي المريك كامش دوم مني غاه نكسي هنكسي العبرة يخفنق واتق جيق شان صغار خواها وذمانايا الإخوان دوا فيديو كمش عشر نهارا أريج فيديو نغني إن شاء الله واتتو إن شاء الله كذا أبوني وذغي خزان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.